مقاتلة الجيل الخامس التركية تشعل غيرة واشنطن. فورين بوليسيا الأمريكية تقول إذا لم يتم تقييد تركيا في مجال صناعة الطائرات فستترك F-35 وراءها. كتبت مجلة فورين بوليسي ومقرها الولايات المتحدة أن سوق الطائرات المقاتلة التركية قد دخل حقبة متعددة الأقطاب، مشيرة إلى أن برنامج الطائرات المقاتلة من الجيل الخامس الذي تنفذه تركيا بات يستطيع مواكبة المنافسة مع F-35 الأمريكية. وأوضحت فورين بوليسي أن المقاتلة الشبحية التركية من الجيل الخامس MMUKAN ستوفر هيمنة جوية فائقة مع نطاق قتال جو متزايد بأسلحة جديدة ودقة وضربة كاملة من فتحات الأسلحة الداخلية بسرعة تفوق سرعة الصوت، كما ستزيد القوة القتالية مع الذكاء الاصطناعي ودعم الشبكة الإلكترونية. من ناحية أخرى أشارت فورين بوليسي لأن تل أبيب لن تتمكن من إنتاج مقاتلة من الجيل الخامس خصوصا بعد إلغاء برنامج لافي عام 1987، لذلك لها أولوية في الوصول إلى الطائرات الأمريكية الشبحية وتشتري أعدادا كبيرة منها. وقالت المجلة الأمريكية إن كان MMU التركية تتمتع بمواصفات مهمة تشمل جناحين يبلغ طولهما 14 مترا وطول يبلغ 21 مترا وارتفاع يتجاوز 6 أمتار وسرعة قصوى تقدر ب 1.8 ماخ ومدى يتجاوز 55 ألف قدم.